مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي إيثيك هاب؟ ما هي ميزات إيثيك هاب؟ ما هي إيثيك هاب؟ عبارة عن منصة تربط مجتمعات صغار المزارعين بالمستثمرين الراغبين في إقراضهم المال وبالمشترين لمحاصيلهم. ما هي ميزات إيثيك هاب؟ لجذب المزيد من المستثمرين الراغبين في إقراض الأموال للمزارعين، يكمن التحدي في تزويد النظام بربح مستقر، وهذا هو الهدف الرئيسي لإيثيك هاب. يهدف إيثيك هاب إلى تنفيذ نظام إدارة لا مركزي لتسهيل توزيع القيمة بين أصحاب المصلحة والاستماح بالتفاعل مع أنظمة ديفي. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.